بماذا سنبدأ الحديث؟ بماذا سنبدأ الحديث عنك يا امرأة؟ طلقت العنان لخيالي فلم أدرك أن خيالي هو فكره على عصياني. فما لي وما لذلك الفكر الذي انجذب بدون سابق إنذار صور في زاوية، صور صورة مصور يصور امرأة تصور زهرة ووردة. فخديني يا زهرة الحلوة إلى منبع ينبع العطف والحياة، واقذفيني في بحار لا رجعة فيها، بحار تنادي بدون لسان، جوفاء خالية المنظر. واجعلننا في كل سنة نسعى لذكراك يا امرأتي يا مصدر قوتي. المرأة هي المجتمع، المرأة هي عماد المجتمع، المرأة هي الحب والحنان والعطف، المرأة هي الكل. وبلا المرأة ما كان سوى حتى حاجة، ماشي حيتاش أنا مرأة، ولكن حيتاش المرأة مرأة. وبلا مرأة ما كان سوى والو، وبلا مرأة ما كاينش، ما نقدروش نعيشوا، حيت كدير بزاف ديال الحوايج زوينين، عندها بزاف ديال الادوار زوينين. اولا غنوجه التحيه للام ديالي اللي بلا بها انا ما كنتش غنكون هنايا. ثاني تحيه غادي نوجهها للمراه بصفه عامه، سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، المراه ككل، لان بلا مراه ما كان سوى حتى حاجه. كنبغي نعيد عليهم ونقول لهم عيدكم سعيد. وبالنسبه لي انا ماشي لوي ماغس هو العيد ديالكم، نتوما زعما الحياه كلها عيد عندكم، وبلا بيكم حنا ما كنسوا والو. والله يخليكم لينا، والله يخليك ماما ليا. السلام عليكم. بهذه المناسبة هذه كنهن المرأة بصفة عامة، المرأة المغربية، المرأة العربية، المرأة في جميع أخطار العالم، باليوم 8 مارس. وكنوجه الشكر لهذا الموقع هذا اللي تحنا الفرصة باش أننا نعطيو هذا الإهداء من نساء فاس، والأم ديالي الدرجة الأولى، والفاسيات الصديقات ديالي الوفيات، والمغربيات كاملين، النساء القرويات بصفة عامة صراحة، لأنه ما اللي ما قدرناش نوصلوا لعندهم ونحيوا معهم هذه المناسبة هذه. مناسبة اليوم العالمي للمرأة كنبغي نهني نساء العالم والنساء الصديقات ديالي والأم ديالي والأحباب ديالي، وتنطلب منهم يتهلاو في راسهم ويزيدوا القدام، ونتمنى منهم يديروا شي حاجة إن شاء الله لهذه البلاد. شكرا. الكلمة اللي غنقول للمرأة تهلا في راسها، حتى حاجه ما كتستاهل. ماما يا ربي يحفظها ليا، والاخت الكبرى ديالي والغزاله، خواتاتي كاملين، صديقه الحبيبه حبيبتي الزين ديالي احسن صديقه. عيد سعيد المراه المغربيه عامه، والمراه القرويه خاصه. وكنهديو لها هذه الورده بالدور ديالنا كنساء.